السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هدير وفيديو جديد النهاردة إن شاء الله. هوريكم طريقة تفصيل حافظة للمخدة، طريقة سهلة جدا وبسيطة. ديت لأول مرة على اليوتيوب، أول حد يعملها على اليوتيوب، وتقريبا مش حد عملها قبل كده. جايبلكم طريقة حصرية جدا لحفظة المخدة. بدل بوز المخدة بقى هنعملها تحفظ السرير كله بالطول، كله تحفظ المخدة كلها بالطول. هوريكم مقاساتها وكل حاجة عايزين تعرفوها عنها النهاردة ان شاء الله في التفصيل في الفيديو دوت. ولو ديت اول مرة بتشوفوا القناة، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. باذن الله تستفيدوا معايا جدا. وعايزة بقى ارائكم في التعليقات ولايك للفيديوهات اللي بعملها وشير مع اصحابكم، وان شاء الله تستفيدوا جدا. وقولوا لي برضو انتوا بتستفيدوا معايا ولا ايه في الفيديوهات، وايه عايزين نقدمه جديد. وان شاء الله تتبسطوا معايا جدا في القناة، يا رب تكون عند حسن ظنكم. ويلا نشوف مع بعض هنعمل ايه النهاردة. ولايك بقى للفيديو قبل ما نبدأ، وشير، ويلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعملها علشان نعمل حفظة المخدة دي، اول حاجة المقاسات اللي احنا هنحتاجها. ده كده القلاب بتاع المخدة، بتاع المخدة الحافظة. ده كده قلاب انا قصيته بالشكل ده كده، ده 20 سنتي طوله في العرض بتاعه، بعرض المخدة 45 سنتي بالشكل ده كده اهو. ده كده اول حاجة هنقصها معانا القلاب، 20 في 45. وده كده طبعا المخدة بتاعتنا مخدة عادية خالص، هنقصها كده 90 العرض بتاعها، في الطول بتاعها اللي انت عايزاه 120 او 170 او 180 او 160 على حسب العرض السرير اللي انت بتشتغلي فيه. هتقصي الطول بتاع المخدة والعرض طبعا احنا كلنا عارفينه 90 سنتي، علشان لما بنعملها كده نطبقها على بعضها بتدينا 45 العرض بتاعها بالمنظر ده كده. وده القلاب اللي انا هركبه فيها زي نظام الخدادية كده بالظبط بالشكل ده كده. هوريكم دلوقتي هنشتغل مع بعض واقفلها مع بعض دلوقتي. ده كده مخدة عادية جدا اهي، هفتحها معاكم برضو عشان تشوفوا. دي كده القماشة بتاعتي مفيهاش اي حاجة، وانا طبقتها كده على بعض. ده كده منظر المخدة. هاجي من هنا من الحتة المقفولة دي هفتحها علشان اركب فيها الجراب اللي هو القلاب ده مع بعض كده. هقصها بالمقص دلوقتي، افتحها معايا 20 سنتي على قد طول الجراب ده بالشكل ده كده. اهو ده كده يا جماعة فتحت 20 سنتي من جنب المخدة علشان هركب في واحدة منهم القلاب. يا رب تكون الطريقة واضحة وبسيطة اهو. ده كده يعني اكن في امام وخلف للمخدة، هركب فيها كده جراب المخدة بالمنظر ده كده. اهو الاتنين على بعض، الوش على الوش، وابتدي اخدهم عندي على المكنة. وابتدي اخدهم عندي على المكنة بالشكل ده كده، واتني تانية جوه تانية صغيرة كده بالمنظر ده. ابتدي اخيطها انا، اخليها تانية صغيرة خالص. ده كده بدل الاوفر وانضف وامتن جدا اهو بالشكل ده كده. Thank you.
ده المكوك خلص، هملاه وارجع لكم. ده كده عندنا بقى بعد ما خيطت القلاية، خيطت كده القلاية اهو في وش المخدة، ده كده الامام بتاع المخدة. نبتدي اكننا بنعمل بقى ايه، خدادية عادية جدا بالشكل ده كده. هجيب الوش على الوش ده كده يا جماعة. القلاب بعد ما ركبته هنا الناحية دي في المخدة، في وش المخدة، وبعدين تنيت الطرف بتاعه من الناحية التانية بالمنظر ده كده، وده طبعا وش المخدة، ده القلاب اهو. هاجي بقى على الطرف التاني من المخدة، اتنيه برضو تانية جوه تانية بالشكل ده كده، اتنيه برضو تانية جوه تانية عادي، اكنك بتعملي خدادية عادية جدا سهلة وبسيطة. بس الفكرة اللي احنا هنعملها نحفظ بيها المخدة الكبيرة بدل بقى بوز المخدة الصغير، لا احنا كده هنحفظ المخدة كلها. حلوة جدا الفكرة ديت وعملية جدا، وهتلبسه فوقيها بقى كيس المخدة عادي جدا. تانية جوه تانية كده، نضيفة وسهلة جدا، مش هتحتاجي بقى تعمليها اوفر، هي كده نضيفة وجميلة جدا. والاوفر ممكن يفك بعد كده على فكرة، يعني ديت احسن من الاوفر بكتير بالشكل ده كده. دلوقتي بقى كأننا بنعمل خدادية برضو عادي علشان تبقي يعني متصورة الفكرة وانت بتعمليها. هنحط بقى الوش على الوش ونخلي القلاب لجوه كده ونخيط. ادي كده يا جماعة حطيت الوش على الوش اهو، بخيط بقى ايه على الظهر، وادي القلاب عليهم كده مش بالمنظر ده كده بالشكل ده اهو، يا رب يكون واضح عندكم اهو. حطيت الوش على الوش وحطيت فيهم القلاب، وابتدي اخيط عادي جدا، همشي بقى عليها كلها خياطه، والناحيه التانية هقفلها، هتبقى زي فكره الخداديه بالظبط. ناخدها بقى على المكنه ونخيطها. ممكن برضو انت بتشتغلي تحطي دبوس كده عند القلاب عشان تثبت معاكي، برضو تبقى سهل تحت المكنه. المنظر ده كده كده اصلا الجزء ده مقفول، فانا بقى هاجي تحت بقى عند الجزء ده، الطرف التاني من المخده، واقفله برضو، هقفله خياطه علشان هي المخده بتاعتنا الفكره بتاعتها اللي هي هتبقى من ناحيه مقفوله ومن الناحيه التانية جراب زي بتاع الخداديه علشان يحافظ عليها. ديت كده حافظه للمخده سهله وبسيطه جدا، يا رب تكون الفكره وصلت لكم وتنفذوها بكل سهوله. انا بقى همشي عليها خياطه واوريها لكم في الاخر شكلها عامل ازاي. وده شكل كده يا جماعه الحافظه بتاعتنا بعد ما خلصناها، ده كده مشيت عليها خياطه من الجناب. دي كده ممكن تعمليها اوفر، وممكن تعمليها زي ما انا هعمل دلوقتي كده بمقص السرفله ده، مقص المشرشر ده، هتمشي بقى تشيلي عليها كل الزوايا ديت، هتديكي شكل حلو جدا ومش هتنسل، وهتوفر معاكي في الاوفر كتير بقى طبعا. لو انت مش جنبك مثلا خردواتي او مش عندك مكنه اوفر، تعمليها زي ما انا هعمل كده، سهله جدا وبسيطه. هبتدي بقى دلوقتي قدامكم برضو اشيل معاكم الزيادات ديت عشان شغلك من جوه يبقى نضيف المنظر ده كده اهو. امشي بقى عليها كلها، وده شكلها كده بعد ما خلصتها.
خلصتها بالمقص المشرشر ده، ده من جوه نظيفة وحلوة جدا بالمنظر ده كده. يبقى احنا كده خلصناها، اقلبها بقى وافرجها لكم. اهي يا جماعة شكلها بعد ما خلصتها، ده كده شكلها من بره اهي، عرضها كبيرة 45، في الطول اللي انت عايزاه 120، 160، 170، على حسب السرير اللي بتعمليه. اهو بالمنظر ده كده، بس لازم تكون على قد المخدة بالظبط عشان تدخل بسهولة. هتدخلي المخدة من هنا كده جواها، وده هيقفل عليها كده زي الخدادية بالظبط. يا رب تكون الفكرة عجبتكم ووصلت لكم بسهولة. وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد. وشكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله.